ولمناقشة هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الجزائر رئيس الجمعية الجزائرية الفرنسية للحقوق والحريات الدكتور إسماعيل خلف الله. دكتور إسماعيل، السلام عليكم ورحمة الله. بداية نود أن نعرف أكثر عن المدارس الدينية في الجزائر، من أنشأها؟ ما مهامها؟ أولا مرحبا بكم وتحية لكم وللمشاهدين الكرام. أهلا بكم. المدارس القرآنية في الجزائر تتفرع إلى فئتين، فئة تابعة لوزارة الشؤون الدينية وفئة أخرى تابعة للجمعيات الخاصة، أو يعني هناك فئة تنتمي إلى منظمة من طرف وزارة الشؤون الدينية، وهناك جمعيات وهناك مدارس تنتمي إلى تنظمها أو تسيرها الجمعيات. إذا قلنا أن التعليم القرآني في الجزائر وما هو معلوم، المدرسة القرآنية حافظت في الحقبة الاستعمارية، حافظت على الهوية الشعب الجزائري، وبالتالي فنحن نعتقد أن المدرسة القرآنية تختلف تماما عن المدرسة التحضيرية التابعة لوزارة التربية الوطنية. فقرار أو هذا القرار الذي يسوق على أنه هو دكتور، يعني هو هنا مكمن السؤال، ما طبيعة العلاقة بين هذه المدارس وبين وزارة التربية؟ من المفروض أن وزارة التربية تشرف على المدارس العمومية، المدارس الابتدائية التابعة المدارس العمومية. أما المدرسة القرآنية كما أشرت أولا هي تابعة لشق تابع لوزارة وزارة الشؤون الدينية، وشق آخر تنظمه الجمعيات. المدرسة القرآنية أنا أعتقد أنها تختلف تماما عن المدرسة التحضيرية، لأن عملية الدمج لا يمكن أن تتم لاعتبارات كثيرة. نحن نعتقد أن إشراف الدولة على هذا القطاع هو أمر إيجابي، فهذا الإشراف سينتج عنه بالضرورة المنطقية الدعم المادي، سواء من الناحية اللوجستية أو من ناحية توفير المعلمين والأساتذة المختصين في هذا القطاع. هذا من جهة، أخرى إشراف الدولة سيجنب مخاطر الأفكار الدخيلة على مجتمعنا، والفكر الذي سيولد الطائفية التي لم يعرفها المجتمع الجزائري على الإطلاق، بالإضافة إلى جلب أصحاب الاختصاص في هذا المجال. هذا يعني ناحية إشراف الدولة على هذه المدارس، هذا من الناحية الإيجابية. أما وكذلك نحن مع ترسيم التدريس القرآني في المدارس العمومية هو عمل إيجابي أيضا، وسيزيد من مردود هذه المدارس. كذلك سن قانون ينظم هذه المدارس مطلوب بقوة، يعني المدارس التابعة للجمعيات. نعم. أما قضية قرار غلق المدارس، هذه المدارس فهو مرفوض على الإطلاق، مرفوض مطلقا. طيب دكتور، ما الذي فتح الحديث الآن يعني حول هذه المدارس وإلحاقها بالوزارة؟ ما الذي فتح الحديث؟ ما الذي استجد الآن في هذه اللحظة؟ يعني للأسف هناك تصريحات، يعني هناك هذه وزيرة التربية صرحت في الإعلام، هي صرحت، لم يصدر هناك لا قرار ولا، لكن صرحت ورد عليها وزير الشؤون الدينية، ولكن ليس هناك قرار واضح يعني، ولكن النية مبيتة. إذا كانت النية مبيتة إلى غلق المدارس التعليم القرآني على أساس هي وزير التعليم التربية أو وزير التربية قالت بأن هذه المدارس القرآنية هي تخرج تلاميذ ضعاف في من مستواهم اللغوي في اللغة العربية للأسف، ولكن هي الصورة العكسية، بل المدارس الذين يتمدرسون في المدارس القرآنية تجدهم هم النجباء، هم الأوائل. بالعكس، فهذا هذه نية مبيتة لضرب الهوية، كما قلت أن المدرسة القرآنية في الحقبة الاستعمارية حافظت على الهوية، وهؤلاء الذين يريدون أن يضربوا هذا البنية أو بنية الهوية يريدون أن يعطوا بالفعل أنهم يصيبون هذه النقطة بالذات اللي هي المدرسة القرآنية. المدرسة القرآنية هي نواة، هي النواة التي حافظت على الهوية الجزائرية. فنحن
إذا كان هذا القرار نحن سنكون ضده، سنكون سدا منيعا حتى لا تتحقق. وهذه التجربة كما قلت قد جربها المستعمر الفرنسي ولكنه فشل، وبالتالي فنحن نعتقد أن هذا القرار إذا كان أو إذا تم سنه فهو سوجهته سيكون مآله الفشل المحتوم. يعني ترى دكتور أن هناك محاولات لتغريب هوية التعليم في الجزائر، وزيرة التربية متهمة بنظرتها التغريبية إلى حد بعيد. فعلا فعلا هي لما صرحت هذا التصريح هي بررت على أن هذه المدارس مدارس القرآنية، هذه المدارس التعليم القرآني هي ضعيفة المستوى، تخرج تلاميذ ضعاف. ماذا تريد من هذا وراء ذلك؟ تريد أنها تقول باللي أن هؤلاء التلاميذ يجب إلحاقهم بالمدارس التحضيرية التابعة لوزارة التربية. إذا كان هذا ثم أن الحجم الساعي بين المدرسة التحضيرية والمدرسة القرآنية يختلف، يعني إذا قلنا أن التلميذ إذا تم إلحاقه بالمدرسة التحضيرية فإنه سيتخلى عن الكثير من التعليم في جانب الحديث، في القرآن، في الحفظ، في كذا، ستكون على حساب التعليم القرآني، وهذا نعم. سيكون بطبيعة الحال ضربا للهوية والهوية المجتمع الجزائري. شكرا رئيس الجمعية الجزائرية الفرنسية للحقوق والحريات إسماعيل خلف الله، شكرا جزيلا لوجودك معنا.